المسيحيين الحقل اللي منعوا من انه يكونوا موجودين فيه كشركاء فعليين من التسعين، ونعتبر اهم شيء بدنا نقوله انه هذه اللحظه هي اللحظه المؤديه. ليش؟ لانه اليوم خلينا نحكي الامور كمان معلش بصراحه مع بعض. ليش اليوم قادرين؟ لانه ميشيل عون بعده باول عهده يعني بعد 4 سنين. اذا هلا بجبنا قانون ما حنجيب قانون من هلا ل 30 سنه لقدام. اولا ميشيل عون بعده باول عهده، اثنين هو حليف هو وسيد جعجع، ثلاثه تيار المستقبل اليوم قد هو لو بده مثل ما كان 3-4 سنوات وبالتالي هو بيضطر انه يتنازل ليروح يعمل قانون، وليد شوبلاط تاخذ محل ما بده يعمل سفر مشاكل مع الكل، حزب الله بلحظه اقليميه متفجره بيعرف كثير منيح اذا كشف البلد، يعني ايضا بده يكشف راسه عنده مصلحه على الاستقرار، وبالتالي ما يمكن انه يشير في عندنا لحظه مؤديه مثل هيدي اللحظه اللي بتسع فيها القانون، ولذلك معركتنا لن تتوقف قبل اتساع هذا القانون. بس كونه عنا رئيس قوي، عنا رئيس قوي مثل ما تفضلتوا قلت، ووراه جبل وراه رجال، لازم تكفوا فيها للاخر. عليتوا السقف كثير وخاصه عند التيار الوطني الحر بخصوص قانون الانتخاب، المسيحيه كلهم وراكم. اذا بترجعوا بتتراجعوا وبترجعوا لقانون الستين في خيبه امل مسيحيه كثير كبيره، وهي اللحظه الوحيده المسيحيه متحدين وقوية فيهم يحصلوا قانون انتخاب قوي. اذا طنشتوا عنا هالمره على الدنيا السلام. Thank you. مساء الخير. مساء الخير. أول شيء بدنا نقول لدموزيل سكارلات أهلا وسهلا، أنت بنت الحزبية، أنت مش غريبة عن الحزبية. طبعا. أستاذ شارل هون بيت بيتك كمان. أنا بس عندي سؤال واحد لاثنين كمان. القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر متفقان على قانون انتخاب. شو هو القانون؟ نسمع نسبة، بدنا نوضح شوي انه شو الانسب شيء لهم هالقانون يلي بينفع المسيحية وبيساعدوهم. سؤال ثاني كمان بضل ينسأل كمان، انه هل القوات اللبنانية بمناطق معينة لنعطي مثل صريح للباترون، هل لا يعطوا لمحاسبينا جميعا انتخب جبران بيصير؟ شكرا. انا مش ثاني ما بدي اجاوب. لك يا بالنسبه لقانون الانتخاب، هلا في عده مشاريع مثل ما قلت لك، كانت الفكره انا بدي احكي عن على الاقل عن التيار الوطني الحر، كانت الفكره انه كيف بدنا نعمل قانون انتخاب يحسن وضع المسيحيه، لانه اذا بنرجع شوي بسيط للماضي يعني من الطائف لهلا، بالايام الوصايه السوريه كانوا المسيحيه يجيبوا 17 نايب باصواتهم بدايه سروال وجبال والمتن، والباقيين كلهم يعني 17-64 الباقيين كلهم يطلعوا بالاصوات الباقيه. بقانون الدوحه صاروا يقدروا يطلعوا 34 نايب باصواتهم والباقي باصوات الباقيين يعني باصوات الاسلام. مشان هيك هو كان هدفه انه تيار الوطن الحر كان هدفه انه يجيب بالقليله اكثر من 40 يعني من 34 ل 40 بالقليله 6 زياده. بعدين وقت طلع بالفكره القانون الارثوذكسي بيجيب 64-64، هيدا احسن تركيبه معقوله تصير مشان اذا بدك اذا فكره ان المسيحيه يجيبوا اصواتهم باصوات المسيحيه، يجيبوا النواب باصوات المسيحيه، ولكن كلنا بنعرف كيف صارت، والقوات اللبنانيه وقتها رفضت قانون الارثوذكسي المشروع الارثوذكسي لانه كان عم بتساير تيار مستقبل حليفه ب 14 اذار. طيب خلص نسينا القانون الارثوذكسي، هلا صاروا عم بيلاقوا مشاريع مثل المختلطه اللي كانت مختلطه من اول، انه كلها بتحسن يعني الماكسيموم. هلا القانون التاهيلي اللي عرضه الوزير باسيلي اللي هو على مرحلتين، اول شيء التاهيل على القضاء، تاهيل يعني على الطائفه بالقضاء، هيدا بيجيب تقريبا 54 يعني 54 نايب باصوات مسيحيه، ولكن في اشكاليات عليه اللي هن بتعرفوها، انه اول شيء القوات عندها اشكال ومعها حق في لانه اذا بده يتاهل نايبين على كل معهد، بدي اقول مرشحين على كل معهد، يعني اجماليا يعني باغلب الدوائر رح يكونوا هالمرشحين واحد تيار واحد قوات. بالانتخابات على الدائره الكبيره في احتمال كثير يطلع التيار المرشح التيار وما يطلع مرشح القوات، لانه في تحالفات كبيره يعني بالمناطق فيها شيعه بيعرفوا الشيعه، يعني بالنهايه بصير الخلاف بين
للمرشحين قوات الطيارة، وهيدا الشيء اللي نحن ما بدنا اياه، لانه ما بدنا نوصل اليومنا، بدنا نرجع لورا، بدنا نقدم لقدام بخصوص التحالف. مشان هيك كان عندنا مشكل فيه، وبعدين هلا يعني ما بقى مطروح هالمشروع، شو بقى النسبيه؟ النسبيه الكامله ولكن حسب الدوائر والصوت التفضيلي، اذا اتخذ يعني اللي عم يطالبوا في ثنائي المسيحي بفتكر الصوت التفضيلي وفي صوتين تفضيليين، يعني انت بكره بدك تروح تصوت لليحه بتحط فيها انا عندي صوتين تفضيليين بيكونوا على اساس الطائفه والقضاء، هيك بتكون انت رجعت اللي اخذوا منك بالتركيبه النسبيه. في احتمال عم ينحكى جديا، عم بقولوا انه تقدموا لنشوف. انا بس بشكل سريع بس بدي اقول انه مساله انه الارثوذكس طلعت من القوات هيدي كذبه. القوات خليني اوضح سؤالي. ما في انه نحن عم نشوف انه التاهيلي طلع السيد حسن نصر الله قال طالما في دروس مش ماشيين فيه نحن ما بنمشي. طلع رئيس بري قال اذا في اي طائفه وثقيا مش ماشي احنا ما بنمشي. فبالتالي الارثوذكسي كانوا كل السنة مش ماشيين فيه، كانوا كل الدروس مش ماشيين فيه، بس وقتها هن السنة لسبب ما حبوا يعني يفوتوا بهذه المواجهة، علما لو كانوا قالوا نحن نمشي فيه، كانوا أول اثنين رفضوا هن السنية الشيعية، وبالتالي لأنه وقتها كانوا السنية الشيعية على غرار النظام السوري عم بيلعبوا على أنا بقبل بالأرثوذكسي ولو لا ما فينا بيلعبوا على تنقول تنقول مشوا فيه بالإعلام ما مشوا فيه بالفعل لانه اليوم المشكله اللي عم نعيشها هي ممنوع المسيحيين ياخذوا الوزن اللي بده اياه، بكل الاحوال ما في امور بالبلد ممكن يمشي الا نتيجه توافق، لذلك القوات اللبنانيه من اللحظه الاولى استراتيجيتها انه لازم توصل على افضل قانون يرضي الجميع يحقق افضل صحه تمثيل، اليوم نحن بالنسبه الكامله على امل من خلال عندنا ثلاث مطالب اساسيه هو الدوائر 13 15 2 صوت تفضيلي 3 نقل مقاعد، في بحث جدي على امل انك نعمل هذا الخلق يلي من خلاله نقدر نجيب فوق 50 نائب ونقدر ننتقل لمرحله جديده في لبنان ان نطلق دم ديناميكي مسيحيه وطنيه مغربيه نرجع نعيد فيها الفعاليه للبلد. اذا بعد في اسئله مين بعد عنده شي سؤال؟ مساء الخير تفضل. بس عندي سؤال يا سيدي حداد، وجهتي نصيحة للقوات اللبنانية. شو عملت؟ وجهتي نصيحة للقوات اللبنانية انه يمدوا ايدهم لباقي الاحزاب. لانه كمان توجه النصيحة كمان للتيار الوطني الحر مد ايده لباقي الاحزاب. بعتقد التيار الوطني الحر مدت ايده هلا في يعني عم بيصير في في اول شيء في صار في تفاهم مع القوات اللبنانيه ونتامل انه يكبر ويترسخ، صار في عم يعمل مفاوضات مع امل ليعمل تفاهم معه، في تفاهم مع حزب الله، في اتفاق يبدو كثير جسدي مع تيار المستقبل. هلا ما في مرض معك حق اصحابي ها؟ اصحابهم لا لا خلينا نقول سؤال في المرض مظبوط لازم أنا بوجه لهم كل يوم ذات النصيحة ما تخاف. القوات اللبنانية زميلي سكارلت بعمرها كانت مقفلة على أي طرف، أكبر دليل إنه هي اليوم إذا بناخذ حركية اللي عم بيعملها جورج مردوين، حركية هي عم تتواصل مع كل الناس، عم بين القوات اللبنانية اليوم بكل الحركة اللي عم تعملها إنه هي على تواصل مع كل القوى السياسية، قادرة هي تكسر حواجز الوقت اللي ربما الطيار بيقدر ينجح بهذا المحل اللي قدرت هي تنجح فيه، نحن ما عم نعمل سبق نحن والطيار، نحن والطيار حريصين نوصل على نفس الهدف، بس مش صحيح انه القوات اللبنانيه مش مادة ايدها، مادة ايدها للكل، بس اهم شغله بالحياه انه انت ما فيك تضلك مادة ايدك كانك عم تستعطي مادة ايد بده يكون مادة ايد متبادل، نحن مادة ايدنا للكل، بس طبعا حريصين انه الاخر كمان يمد ايده لنقدر نعمل تفاهمات مشتركه مع بعضنا البعض. اذا بعد في شيء زياد عقل، عندي ملاحظة أستاذ شارل ومدام سكارلات كثير أساسية بالتحالف يلي قائم بين التيار الوطني الحر والقوات وعنوانه دولة القانون، وهذا التحالف بين بنوعية الوزراء النضاف الجيدين يلي هن إصلاحيين بعاد جدا عن الفساد يلي اختارهم التيار الوطني الحر واختارون القوات اللبنانية، والبارح هذا التحالف عمل إنجاز كثير مهم عبر المشروع اللي قدمه نائب تكتل الإصلاح والتغيير نائب غسان الخيبر للوصول للمعلومات بهدف أنه يكون التيار والقوات
عم يبنوا دولة قانون، دولة تواجه الفساد والمفسدين، ودولة يكون فيها حكم صالح على مستوى الوطن وعلى مستوى البلديات. في ملاحظة كمان عم دايماً عم بتقول 44 و50 نائب. نحن كشباب مسيحيين نتمنى إنه التحالف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ينضم له بشكل أو آخر، حزب الكتائب اللبنانية بالتحديد، لنشتغل نجيب 64 نائب مسيحي. هذا اللي نطمح له، هذا هو المثال. شكرا. طبعا نوجه التحية لكل الوزراء، وأكيد وزراء القوات اللي فعلا عم يفرجوا عن كده كتير مهم. وعندنا اليوم بالقاعة مستشارين، أستاذ ميشيل عار مستشار دولة رئيس حسباني، أستاذ هايبي مستشار كمان وزير البيئة المعاصي، ونوجه له تحية للوزير الرياشي. إيه طبعا احنا حريصين، احنا أساسا رافعين كقوات لبنانية ثلاث عناوين أساسية لعملنا. أولا عندنا موضوع السيادة، هو موضوع أساسي لأنه ما في دولة ممكن تقوم من دون ما تكون سيدي على أرضها. عندنا العنوان الثاني اللي هو عنوان تحقيق الشراكة في لبنان. عندنا العنوان الثالث اللي بلشنا نطبقه من خلال هالحكومة اللي هو عنوان مكافحة الفساد، لأنه الفساد مسألة أساسية من خلالها بيقدروا يأسوا الناس وتيأس الناس لتفل من أرضها. القوات حريصة على إنه تقدر تقدم نموذج بالعمل العام يختلف عن كل المراحل السابقة. احنا بنميز بهذا العمل ما بين التحالفات السياسية وبين عملنا على مستوى الشأن العام، لأنه ولا يمكن نقدر من خلال هذا التحالف انه نقدر او اي تحالف مع اي مكون نقدر نبدي او نغض النظر عن امور ممكن تكون داخل الدولة، لأنه الفساد مسألة أساسية من أجل نقدر نخلي الناس بأرضها ونقدر نحافظ عليها. إيدنا مفتوحة للكل، حزب الكتائب، حزب الوطنية الأحرار، الشخصيات المستقلة. إحنا عم نتعاون مع الكل أبداً، إحنا مش متخلين، إحنا ما بدنا نكون أبداً حالة مسكرة داخل بيئتنا. إحنا بدنا نكون منفتحين داخل البيئة الموجودين فيها ومع الآخرين، بس إنه كمان في ديمقراطية داخل مجتمعنا. يمكن فيه أحزاب أو في شخصيات هي ما أنا حابة تتعاون، هي ما أنا حابة تتحالف، بصفي هذا شأننا. بس إحنا أكيد عندنا كده الحرص إنه نكون عم نتعاون بالداخل مع أوسع مكونات حزبية ومستقلة، ونكون عم نتعاون مع الآخر لنقدر نعمل تحالف أقوياء في لبنان. تحالف أقوياء هو اللي بيقدر يرسم الدولة الفعلية اللي بدنا نطمحلها. ما بعرف قديش بعد عندنا وقت نقدر ناخده منكم، أو صار لازم ننهي اللقاء وتكون حابين تقولوا هذا الموضوع. إذا بعد في شي سؤال ليش هنا؟ من أول ما خلقنا بلبنان نسمع بحروب أهلية. في أنواع حرب أهلية اللي هي حروب أهلية بالحرب السلاح، لحرب سياسية، لحرب اقتصادية، حرب أهلية اقتصادية. هيدا اللي شفناها بعدنا عم نعيشها لهلأ بفوارق بين المنطقة والتانية، يعني ناس بيدفعوا الضرائب، ناس لا. هيدا عم بيخلي المجتمع المسيحي يتضايق بطبيعة الحال، ببطل عنده هالرغبة انه يبقى بهالبلد للشباب المسيحي بالأخص. والحرب الديموغرافية هلأ بعدنا عم تنتشر، يعني سوري رح تكون شوي متعصب بس غيرنا متعصب كمان. شو عم تعملوا كأحزاب مسيحية لمقاومة هدول الحروب اللي سميتها للشعب اللبناني المسيحي؟ بس بدي اقول شغله رح تحكوا جاوبي، بس انا ماني موافقه معك ابدا. نحن لازم نوصي لوقت نعتبر كل هالافرقاء بالوطن انه هن ولاد هالبلد، انه نحن في حد ادنى هو مصلحه البلد بتجمعنا. ما لازم نضل نطلع لبعضنا كاعداء، انه اذا من غير طائفه او من غير فريق سياسي انه هول اعداء. انا على كل حال ما عندي هالنظره. في مساله الجغرافيا والديموغرافيا اساسيين. نحن اذا طلعنا من الجغرافيا ببطل في إلها طعم الديموغرافيا، وإذا الديموغرافيا ما بقى موجودة الجغرافيا ما بقى إلها طعم. وبالتالي في تكامل بين البعدين، الجغرافي والديموغرافي. إحنا عندنا كل الحرص حنحافظ على الاثنين، بس بدي أقول لك شغلة، إذا ما في قرار سياسي كله راي على الفاضي. أنت قبل ما تبلش تفتش عن كل شيء علينا أن نستعيد القرار من فوق، ولحظة بنستعيد فيه من فوق كلنا سوا قديش بنشوف فيه ارتياح. منتخب الرئيس الشهيد بشير جميل، كل الناس راحت على الدرب، الناس المغتربين بلشوا يرجعوا على لبنان. ليه؟
حسوا بارتياح، حسوا بنفس، حسوا بروحيه، انت بترجع تحسسهم باطمئنان. نحن اللي عم نعمله هلا للمسيحيين عم نحسسهم باطمئنان، انه في مستقبل لهيدا البلد، في قوه اساسيه لهيدا البلد، ما حدا بيقدر يكون يقدر يقهرهم، يقدر يحترم بلدهم، يقدر يخدمهم مواقعهم، يقدر ما يكون في شراكة بلبنان. لذلك الاساس ان نستعيد القرار من فوق، ولحظة نستعيده من فوق مع ارتياح للناس وقادرين نحن والكنيسة والمجتمع المدني نحافظ على الجغرافيا وعلى الديموغرافيا وعلى تمدنا لعناية منه قليل. لما حكت البعض بيقول البارونية السياسية في لبنان، البارونية السياسية هي منا مزرعة، البارونية السياسية هي المستشفى وهي المدرسة وهي الجامعة وهي المستوصف وهي المطعم وهي الأوتيل والفندق وهي هالعالم وهي هالروحية وهي صحن الطابور وهي هيدا البلد. لبنان ونحن بدنا نحافظ على لبنان قد ما تعاقبوا عليه الآخرين، ما حيقدروا يعملوا كل هذا النموذج، ما بنقدر نحافظ على كل هالأرض إلا ما نرجع ناخذ القرار وسناخذ القرار وبلاش نصرف. اوكي ممتاز. لن تؤثر، ما في اي ملف بيقدر ياثر على التفاهم نحن مع بعضنا. بس حتى نذكر شيء اساسي رفيقي وسؤالك كثير بمحله، انه حزب الله والتيار الوطني الحر، يعني كان التيار الوطني الحر لمرتين ضد التمديد العسكري، كان لمرتين ضد التمديد النيابي، حزب الله كان مع التمديد النيابي ومع التمديد العسكري واختلفوا، وبالتالي وهذا طبيعي. ونحن كمان ايضا نحن والتيار متفاهمين انه في كثير امور اجرائيه وتنفيذيه بنحصل الخلاف فيها، بس في مسائل استراتيجيه نحن ممنوع نلعب فيها، ولذلك نحن كثير حريصين انه نقدر نحافظ على هذا التحالف، الامور اللي في خلاف نقدر نحددها، الامور اللي متفقين عليها نقدر نطورها ونقدر نزكيها، ولذلك هذه مساله بفكر فيها ما فيها عوده لورا. قبل ما اترك لزميلتي ورفيقتي سكرات الكلمه الاخيره، انا بدي اشكركم، اللقاء كان ممتع جدا. بنحب كثير هذه اللقاءات من هذا الموضوع، بشكر كل الحضور. انا ما في لما اشوف مدام عيران من اساسي احنا نعيش بهذه اللحظه، لحظه استشهاد رفيق مناضل كبير لنا الشهيد رمزي عيراني. انا كنت انا وياه قبل ما يستشهد قبل بيومين، هو شهيد، احنا عملنا بجر شهيد المقاومه السلميه، احنا عندنا شهداء بالحرب، احنا عندنا شهداء بالسلم، كان رافع بكل معنى الكلمه لخطابنا السياسي لنضالنا السياسي على امل ما يسقطنا شهداء لبنان. وبس اذا في حال في يعني استدعت الظروف، طبعا احنا اللحظه اللي بنفكر فيها انه ما بقى بوسط المدام بالبقي الموجودين، احنا قيمتنا كمسيحيين انه اللحظه اللي بتنهار فيها الدوله ولم تنهار، لان احنا العمود الفقري الاساسي للدوله في لبنان، بس لا سمح الله اذا رجعت وجدت ظروف مناسبه ل 13 نيسان 75 نحن لها، لانه هي طبيعتنا. قيمتنا كمسيحيين في لبنان نختلف عن المسيحيين المشرقيين، انه اللحظه اللي بدق الخطر في قوات، لحظه اللي بدق الخطر في نحن لا نريد غير الاخرين، نحن نريد ان نعيش بحريه، مشروعنا هو الحريه، هدفنا هو الحريه في لبنان. الكلمه لك سكرت. يعني ما ترك شيء لحتى الواحد يحكي، بس انا بدي اقوله انه اول شيء بشكركم على اللقاء، فعلا كانت تجربه كثير حلوه، بس بدي طمن استاذ ابو يونس انه ما في رجعه للوراء. بس هيدا كمان مثل ما قلت لكم وبرجع بقول لكم، هيدا مسؤوليتنا كلنا، يعني نحن كل واحد بمجاله، كل واحد بشغله، كل واحد بحياته لازم نساعد حتى التعالوا ما يهتز بكل هالعواصف اللي عم تجي، بكل هالمشاكل اللي عم تطلع، بكل ملف، بعدة ملفات عدينا هون، بس هي مسؤوليتنا كلنا انه نحن نقويه ونخليه، لانه هي مسؤوليه تاريخيه كمان اللي عم بيصير بالمنطقه. وميرسي. بدنا نطلب من الكل يتوجه على الساحة فوق على الكوكتيل. ميرسي.